انا انزلناه في ليله القدر احنا في العشر الاواخر من رمضان العشره دول فيهم ليله هي خير من الف شهر واحنا اتفقنا مساله خير من الف شهر ما تحسبها ليش انها الف شهر لا هي خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله اللي لازم ناخد بالنا منه ان القران لما حدثنا عن هذه الليله وصفها انها ليله القدر. ايه القدر؟ القدر يعني المنزله العاليه والشرف يقول فلان ده قدره عظيم او القدر من التضييق لان الكره الارضيه بتضيق بالملائكه ملائكه بتملى الكره الارضيه احتفاليه كبيره قوي مش الملائكه بس ومعاهم جبريل كمان واحد يقول ليه يعني؟ ليه يعني؟ من قله الكره الارضيه ده سيدنا جبريل سيدنا جبريل صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب يعني الملائكه بتنزل يبقى هي ليله قدر يعني عاليه القدر والمنزله مكانتها رفيعه وعاليه صحيح ليه أنزل فيها كتاب ذو قدر كتاب قدره عالي أوي وإنه لكتاب عزيز كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر ما احنا برضو احنا مش أي أمة على فكرة آه والله حمدا لله إذ جعلنا نحن الوارثين لهذا الدين الحنيف فجعلنا به أي بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس هو اللي قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى هي ليلة قدر ليه؟ لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر لأمة النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة في ليلة ذات قدر برضو ليلة, ليلة قدر ليلة جميلة ليلة عالية القدر بواسطة ملك أيوة مين الملك ده سيدنا جبريل برضه ذو قدر اه فيا ليلة قدر ده عرفنا اول معنى تاني حاجة انه من التضييق يعني زي ما تقرا قول الله تعالى الله يبسط الرزق يبسط يعني يمنح يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر يعني يضيق سبحانه اه فيا ليله القدر الكره الارضيه بتبقى مليانه قدامك ووراك ويمينك وملايكة سبحان الله العظيم طيب ايه كمان ليلة مباركة ربنا اللي قال كده ليلة مليانة بركة الدعاء في بركة والاستغفار في بركة والصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن ليلة مليانة بركة طيب يبقى برضو احنا عرفنا انها قدرها عالي وعرفنا انها مليانه ملائكه وسيدنا جبريل موجود وليله مباركه خد بقى بالك من اللي جاي عشان هو ده عنوان حلقتنا على فكره فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين ايه ده اه الارزاق شوف بقى انت يعني السنه اللي جايه ديت عايزها سنه زي الفل ومترتبة وتتحقق فيها أحلامك وطموحاتك أهو فيها يفرق كل أمر حكيم كل أمر يفرق في هذه الليالي اللي هي أن ليلة التمسوها في العشر الأواخر زي ما النبي علمنا حديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم هي في العشر الأواخر من رمضان إيه في الوتر ولا في الشفع يا سيدي خليهم العشر هي كتير علينا عشر ليالي كتير نعبد ربنا عشر ليالي وما بيبقوش عشرة قوي يعني ما على ما ب... <applause> على ما الناس بتفطر وبيقعد يفطر في ساعة وبعدين يحلي وبعدين يروح الجامع وبعدين يصلي التراويح بما تيسر تعرفين المساجد ما فيهاش يعني زحام دلوقتي وما بيطولوش عشان وباء كورونا والكلام ده تروح بيتك على ما بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بتبقى الساعة بقت 12 يعني والفجر بتنتهي انت حوالي الساعه 3 عشان كمان تتسحر يا يعني مثلا تبقى ثلاث ساعات يعني في الليله كلها مش قضيه انك تقعد على سجاده الصلاه شويه صلاه شويه قراءه قران شويه تسبيح شويه ذكر شويه صلاه على سيدنا النبي شويه دعاء تشتغل بقى طول الليل لا لا حد ده في ناس كمان بقى يقول لك لا لا على فكره على فكره هي ليله سبعة 27 تقول انت جايب الكلام ده منين؟ يقول لك عد معايا: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر" هتعدهم لحد سلام هي هتلاقي هي دي رقم 27 يقول لك بس بس تبقى 27، لا في سنوات جت 23 وفي سنوات جت 29 وفي سنوات جت 21 وهكذا و25 يعني إذا هي متغيرة يا سيدي هو كتير عليك عشر ليالي واحيانا ما بيبقوش عشرة اه بيبقى رمضان تسعة وعشرين يوم يبقى ما بيبقوش عشرة احيانا يبقى تسعة ليالي فقط احنا احنا تسعة ليالي او عشر ليالي منهم ليلة خير من الف شهر منهم ليلة هي مليانة ملايكة منهم ليلة هي ليلة مباركة منهم ليلة هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وألتقي بحضراتكم بعد ذلك الفاصل بمشيئه الله تبارك وتعالى ابقوا معنا رزقنا الله واياكم ليله القدر نجوم رمضان معاك على واتش اشترك وما تخليش حاجه تفوتك